الخير بسمة، ومرحبا بك معنا. صباح النور سريال، وصباح الصحة والإيجابية لكل مشاهدين الشروق مورنين. إن شاء الله تكونوا كل بخير. اليوم الخميس سريال وفقرة جديدة مع عيش بي وعيش صحي، اللي راح نشوفوا فيها موضوع كما قلتي تكيس المبايض، اللي هو حالة شائعة يعني ومنها بخيسك 10% من النساء. هذه الحالة الشائعة تصيب مام صغار السن. السن يعني سريال نشوفوها يعني تأثر على داخليا عند المرأة وخارجيا، وأهم حاجة اللي تأثر فيها الأكثر حاجة اللي تقلق النساء هي تأخر الإنجاب والحمل والخصوبة. إذا نبدأ بتعريف تكيس المبايض ببساطة، وقتاش يصيب النساء والعوامل أيضا، نبدأ بالتعريف. نعم فريال، حبيت نقول واحد الحاجة، اليوم موضوع نشوفه فيه نسائي، لكن فريال راح نحكيه على سبب من أسباب تكيس المبايض اللي هي مقاومة الأنسولين. ومقاومة الأنسولين راح تصيب النساء وتصيب الرجال، يعني يقدروا مام الرجال يقدروا يتبعونا في فقرة اليوم. نبدأ بتكيس المبايض. تكيس المبايض هو خلل هرموني شائع يصيب المرأة في سن النشاط التناسلي. كي نقولوا سن النشاط التناسلي معناتها يكون من البلوغ إلى انقطاع التمث ولا انقطاع الحيض، يعني تقريبا ما بين 12 سنة إلى 45 سنة. نشوفوا انقطاع التمث هذا سببه الخلل الهرموني، يعني ارتفاع في هرمونات الذكرية، يعني هنا هرمونات الذكرية كي ترتفع يؤدي إلى عدم تطور البويضة كما يجب، يعني ما تعودش مهيئة للإخصاب للتلقيح، بالتالي ما يكونش هناك انطلاق البويضة من المبيض عبر قناة فالوب إلى الرحم باش يعني يسرى يكون حمل. هناك انسداد لقناة فالوب، مش انسداد للقناة، هذا مشكل آخر. لكن تكيس المبايض هو عدم انطلاق مدام البويضة ما تكبرش في المبيض، يعني ما تخرجش كاريما قدرة ما تخرجش من المبيض إلى الرحم باسكو تعدي عبر قناة فالوب. نعرفوا نشوفوا فريال انه هذا تكيس المبايض يصيب مام البنات الصغار عند البلوغ، يعني ما بعد البلوغ كما نقولوا، بصح ما يكونش عندهم اعراض، ما يبانش عليهم اعراض. كاين اللي ما يبانش، كاين باي اكزامبل تلقاهم يبان عليهم اعراض يروحوا يشخصوا عند الطبيب يقول لهم بلي عندكم تكيس المبايض، يعني دي دولوغ بلفيان، ولا نشوفوا انه عندهم الدوره الشهريه مش قد الدوره الشهريه، كاين اللي ما يجوهمش بكري. اذا هل قد يكون تكيس المبايض من هذه الاعراض؟ نعم فريال، هذا كل ما راح 16 سنه ما كانش دوره شهريه. نعم فريال، وعليه قلنا تكيس المبايض راح يكون المشكل تاعو في سن نشاط التناسل، يعني من 12 سنه الى 45 سنه. هنا تكون في السن الصغير كيعود ابخي البلوغ لا بوبرتي قادر ما تبانش الاعراض على البنت، يعني تبان غير كي تروح بعد الزواج ويحصل لها مشكلة صعوبة في الحمل. يعني ما من يتم التشخيص تروح الجينيكولوج تقولها بلي عندك تكيس المبايض. اما خليني قبل ما نروح للاسباب تاعو، خليني نروح للاعراض. وشنو هي الاعراض اللي ربما تخلي الام ولا البنت تنبه بلي عندها هذا التكيس في المبايض قبل ما تتزوج وقبل ما يفوت الاوان وتروح للصعوبة في الانجاب؟ هل هناك تشخيص ربما دوري لازم يقوموا به البنات؟ نعم فريال، كاين اعراض اللي عندهم، اللي قلت لك كاين في سن مبكره قدرة تبان الاعراض، كم قادرة ما تبانش الاعراض. حنا كي تبان الاعراض تكون عندها دي دولور باغ اكزومبل في لو با دو فونتر، تعود عندها جهه العاده الشهريه بالام كبيره، يعني مش الام مرمر عاديه. نشوفوا انه عندها مثلا البشره تاعها تعود زيتيه، تزيد الدهون في البشره تاعها، حبوب كبيره، يعني في الصاغيف انه واحده في المراهقه تعود عندها حبوب، مي كي يعود عندها تكيس المبايض راح تشوفي تعاني من حبوب كبيره، يعني حبوب كبيره. نشوفوا باللي عندها العاده الشهريه تاعها ماهيش ستابل، يعني ماهيش تجي يعني منتظمه كل شهر. نشوفوا باللي ميم كي تجي تعود النزيف تاع العاده الشهريه يكون خفيف قليل ولا يكون كاريمون قوي، تجي العاده الشهريه قويه. نشوفوا باغ اكزومبل الفريال نشوفوا تكون السمنه، يعني لانه من اعراض السمنه هي من اسباب ومن اعراض التكيس المبايض. نشوفوا باللي تهز لو بوا. ثاني نقدر نشوفوا تساقط في الشعر،
باسكو لو تروبل هذا هرمونال راح يؤدي الى تساقط في الشعر. تساقط في الشعر هل يقابله ايضا نمو مفرط للشعر في الجلد؟ اهم حاجه هي نمو المفرط للشعر في الجلد، في الجسم يعني، خاصه في ريال ينمو في الاماكن مادام السبب هو زياده في الهرمون الذكري، معناتها هنا نشوفوا المراه ولا البنت نشوفوا عندها زياده في الشعر في الاماكن اللي ينبت فيها الشعر عند الرجل، في الذقن، في لي موستاش باغ اكزامبل، في نشوفوا شغل عندها اعراض كما رانا نشوفوا في هذا الصوره في ريال. هنا مثلا الذقن نورمالمون الرجال اللي يكون بوكو بلوس، مي كي في تكيس المبايض مادام السبب هو ارتفاع في هرمونات الذكريه راح يبان هرمون التستوستيرون لاندروجين. التستوستيرون هو نوع من انواع الاندروجين. اذا مباشره الطفله كي تشوف بلك عندها ربما عندها بزاف شعر في الجبين تاعها ولا في الجسم تاعها تروح عند طبيب مختص في امراض الجلد وتروح ايضا تشاور طبيبه مختصه في طب النساء. نعم فريال، يكون دو بريفيرونس تروح مثلا كي عاد كاين عندها شعر في الذقن وما عندهاش دي دولور بيلفيان تشوف طبيب جلد، مي كي تشوف عندها مثلا في الذقن وعندها مثلا الدوره الشهريه تاعها ماشي منتظمه معها دي دولور اي تو تروح للجينيكولوج تشوف تشخص راح يعطيها دي زاناليز افير تعرف باللي عندها تكيس ولا لا. نشوفوا ايضا حبذا لو تشرحي لنا هذا الصوره بسمه، كان من المفترض نبداو بها الحديث عند الحديث عن المفهوم لكن نروحوا نعلقوا عليها. نعم فريال، من اسباب تكيس المبايض نشوفوا باللي ولا كيف يحدث تكيس المبايض مادام جابوا هذه الصوره. تكيس المبايض نشوفوا انه هو في الحاله العاديه كيعود باغ اكزومبل ما عندناش تكيس المبايض، الدوره الشهريه تمر بثلاث مراحل، المرحله الاولى هي مرحله الجريبات ولا الجريب. هذه المرحلة فريال هي في ال 14 جور الأولى من لو سيكل، يعني في 14 يوم الأولى في الدورة، واش راح يصرى؟ هنا يتم تطور جريب، الجريب هذا كما نشوفوه فريال في البويضة، في المبيض عفوا، في المبيض، تطور الجريبات، حنا راح نحكيو غير على جريب واحد باش نسهلوا للمشاهدين، باسكو جريب واحد اللي يروح للتلقيح، راح يتم تطور جريب، هذا تطور جريب يعني يؤدي نمو هذا الجريب الى بتاثير من الافساج، هذا الافساج هي هرمون يجي من الغده النخاميه اللي في الدماغ، هذه الغده النخاميه تزيد في نمو هذا الجريب. نمو هذا الجريب يؤدي الى افراز هرمون واحد اخر اسمه الاستروجين، هذا الاستروجين العمل تاعو فريال انه يروح للرحم ويروح يزيد في سمك البطانه الداخليه للرحم، وعلاش؟ من اجل هذه البطانه الداخليه للرحم يهيئها للتعشيش البويضه اللي هي راح من بعد تولي جنين. هنا يتم افراز هذا الاستروجين في اليوم 14 يوم يزيد افراز هرمون اسمه ال اش. ال اش هذا كي يزيد هرمون ال اش يعني هنا البويضه تروح كما نشوفوا الصوره اللي فاتت. اذا غرفه التحكم فقط حبذا لو نعود نقولوا للصوره اللي قبل هذه الصوره للتعليق عن كيف يتم تكيس المبايض. هاد الجريب البويضه اللي في الجريب اللي في المبيض تروح تنطلق عبر قناه فالوب تروح للرحم. تروح للرحم من اجل باسكو هنا كبر النمو تاعها تكون كبيره تعود كامله يعني حوالي 25 ملم تروح تعدي للرحم وتروح تعشش في الرحم. هنا مش تعشيش تروح تقعد في الرحم 24 ساعة، بعد 24 ساعة باسكو هي تموت كل ما تتلقحش راح تروح. دونك ابخي 24 ساعة كيعود باغ اكزومبل عندنا وجود لي سبيرماتوزويد اللي هما الحيوانات المنوية يكون هناك حمل، يعني تلقيح يكون هناك حمل. اما كي ما يكونش لي سبيرماتوزويد ولا ما يعودش هناك هاد الحيوانات المنويه يروح يصرى لنا حيض اللي هي هنا الجسم يتخلص من هذيك الطبقه الداخليه للرحم والافرازات على طريق دم يخرج مده 3 يقعد حتى 7 ايام تقريبا هذه الحيض. لكن في حالة ما هناك تكيس للمبايض ماذا يحدث؟ كي يكون تكيس في المبايض وش راح يصرى؟ هنا
اوليو اللي المره الاولى 14 جوغ يا اخي قلنا يطلع الاف اس اش والال اش يطلع في لو 14 جوغ، هنا يكون عكس، راح يطلع هرمون الال اش على مقارنه بالاف اس اش. واش راح يصرى كي يزيد افراز هرمون الال اش كيكون باغ اكزومبل كاين خلل في الغده النخاميه ولا خلل اخر، راح يتم هنا افراز هرمونات ذكريه اللي هي الاندروجين. هاد الهرمونات الذكريه ما تخليش البويضه تنمو وتكبر تلحق يعني الحجم للحجم اللي نسحقه الحجم الكافي للتلقيح، بالتالي ما تتفرقعش وما تطلقش من الجريب الى الرحم. هنا يتسبب لنا مشكل في الدوره الشهريه، وهذا المشكل ناجم عن اختلال في الهرمونات، يعني عدم توازن الهرمونات. هذا وعلاه قلنا التكيس المبيض هو خلل هرموني يعني يجي في سن نشاط التناسلي. وافراز هذاك الهرمون الرجالي هو الذي يؤدي الى كثافه الشعر في الذقن كما قلتي وايضا في مناطق اخرى من الجسم. هذا ما يخليه يظهر باغ اكزومبل يعني هذه الاعراض تاع اللبان على الرجال في النساء. في النساء. نعم في الرجال. لانه يعني الجسم تاعنا فيه مختلف الهرمونات رجاليه ونسائيه. نعم. كي تكون الهرمونات النسائيه عاليه يعني هذاك ما يخلي منا انثى يعني. ومع انه وثاني نعرفوا حاجه واحده اخرى كي يصرى يعني دوره تبويض يعني كي يصرى نورمال تصرى التبويض، هما النساء يكون زياده في هرمون البروجستيرون. هذا الهرمون البروجستيرون يسميه هرمون الانوثه، يعني هذا واش يخلي المراه اكثر انوثه جاذبيه خاصه خلال هذوك 14 يوم. هذاك 14 يوم يزيد هرمون الانوثه وتولي جميله راح ياثر على المظهر تاعها الخارجي. لكن كيعود الال اش طالع ويزيدوا هرمونات الذكوره يعني راح ياثر على المظهر الخارجي تاع المراه، بالتالي هنا راح ياثر على الخصوبه تاعها، راح ياثر على المظهر الخارجي تاعها وراح ياثر على الدوره الشهريه، راح يكون مام ياثر مام على يستهدف مام الصحه النفسيه تاع المراه يعني جمال المراه والصحه النفسيه تاعها. اكيد يعني المظهر الخارجي تاع المراه احنا على بالنا تتبع الجمال تاعها وتحب تكون في احسن صوره، يعني كي يكون هناك كثافه في الشعر اكيد راح ياثر هذا على جمالها وعلى نفسيتها. نواصلوا اسمحي لي برك قبل ما نروحوا للاسباب اليوم يعني خضينا بعض المراحل، نروحوا نعلقوا على هذه الصوره. نشوفوا في ريال من اعراض التكيس المبيض نشوفوا انه تظهر بقع بنيه يعني تصبغات كاريمو في لوكو تاعنا في الرقبه تاعنا وتحت الابطين. نشوفوا شفتي كاين نساء اللي تلقاي عندهم تصبغ في الرقبه. هما يقول لك عندهم مرض السكري. درك نشوفوا علاه مرض السكري، لانه مقاومه الانسولين احد اسباب المهمه يعني تكيس المبايض. هنا نشوفوا في ريال نشوفوا باللي تصبغ في الرقبه تصبغ في الابطين هو احد اعراض هذا تكيس المبايض، يعني المراه اللي تشوف عندها هذا البقع تروح يعني تستشير طبيب الجينيكو تاعها. اذا ايضا نواصلوا دائما في الاعراض قبل ما نروح للاسباب، بس ما هل هناك اعراض اخرى لتكيس المبايض؟ حكينا على معظم الاعراض، حكينا على الاوجاع، حكينا على البقع، حكينا على تساقط الشعر، حكيناش على خشونه الصوت. قدر كاين ناس للنساء تمام الصوت تاعها تشوف انه يولي شويه خشن. سي اكوز دو سا من لو تروبل هذا هرمونال، يعني هذاك الهرمون الذكري اللي عندنا راح ياثر ايضا على خشونه الصوت. نعم الشعر تشوفي مام اللي عندهم تساقط الشعر كيعود كاين تساقط شعر يعني عادي، يعني نشوفوا انه تساقط الشعر يكون في يعني في الجهه الاماميه كامله، مي اللي عندهم تكيس في المبايض نشوفوا تساقط الشعر عندهم في لي دو كوتي هادو، يعني نشوفوا كيما الرجال، يعني الرجال يا اخي ينقص الشعر تاعهم في لي دو كوتي تاع الشعر باغي بوغ لي فام يعني كيف كيف. اذا نروحوا نعاودوا نولوا للاسباب، هضرنا عليهم كامل، قلنا هو اختلال هرموني فقط، كاين عامل وراثي اخر؟ كاين اسباب اخرى فريال. من الاسباب باختصار فقط درك نوصلوا للاسباب اللي السبب اللي قلتيه على السكر. اول الاسباب هو العامل الوراثي. نشوفوا
واكدت دراسات انه اللي عندهم يعني تاريخ عائلي في هذا المرض هما الاكثر عرضه لتكيس المبايض. وعلاه كاين دراسات تعملت على الفئران حوامل، يعني لقوا انه هذه الجينات تعدي من الام الى الجنين. ثاني سبب فريال كما قلتي هي مقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين من أهم أسباب التكيس المبايض. مقاومة الأنسولين، الناس ياسر تقول لك واش هي مقاومة الأنسولين، راح نشرحها في باختصار. كي نتناولوا السكر، نتناولوا السكر واش ياسر البنكرياس تاعنا، البنكرياس تاعنا يروح يفرز هرمون الأنسولين. الأنسولين هذا يروح للدم، يروح للسكر اللي موجود في الدم هذا اللي كلينا، يروح يعمل على إدخاله في الخلية، يعمل هنا الأنسولين شغل بواب، بواب تاع الخلية، يدخل هذا السكر إلى الخلية. الخلية هنا تروح تعمل عملية الأيض، الحرق تاع هذا السكر، وتستعمله في النشاط تاعها، هذا في الحالة العادية. لكن يعني هنا الأنسولين راح يخفض نسبة السكر في الدم ويعادلها. هذا في الكيعود كاين يعني نورمال، هذا الحاله العاديه. هذا على كيفاش ياثر على تكيس المبايض؟ هذا راح ياثر على تكيس المبايض كيما نتناولوا جرعات كبيره من السكر، يعني الافراط في السكر واش راح يسرع هنا. المشكل انه تكون الخليه ما تستجيبش لهذا الانسولين، واش راح يسرع هنا كي ناكلوا كميات كبيره، يفرز البنكرياس الانسولين، الانسولين يحب يدخل هذا السكر للخليه، الخليه تقول له لا، تقول له عندي ما يكفيني من طاقه ما نسحقش سكر، دونك السكر هذاك يقعد في الدم. واش يدير البنكرياس؟ البنكرياس يروح يزيد يعاود يفرز انسولين واحد اخر، يروح يفرز الانسولين. افراز الانسولين راح يؤدي الى ارتفاع السكر وارتفاع الانسولين معا في الدم. هذا هو ما نسميه بمقاومه الانسولين. يعني هنا يكون نسبه سكر كبيره، نسبه انسولين كبيره، دونك هنا راح يؤدي ارتفاع في نسبه الانسولين لافراز وتحفيز في افراز هرمونات الذكريه اللي هي الاندروجين. تحفيز وإفراز هذه الهرمونات الذكرية يؤدي إلى تعطل في الدورة الشهرية كما قلنا، ويؤدي إلى نقص في الخصوبة. من الناس اللي عندهم فريال يعني مقاومة للأنسولين، نشوفها تهز أنسانت، تكون عندها تكيس مبايض صغير تهز أنسانت، كون ما تداويش هذيك مقاومة الأنسولين وش راح يسرى هما؟ الانسولين راح ياثر على التعشيش تاع البويضه، دونك راح يؤدي قدر ما من الاجهاض. اذا العلاج قبل ما نروحوا للبدائل في عجاله. فريال العلاج، نبداو بالعلاج. كي باش نعالجوا تكيس المبايض لازمنا نعالجوا مقاومه الانسولين اللي هو سبب كبير في تكيس المبايض. باش نعالجوا مقاومة الأنسولين لازمنا نريحوا البنكرياس تاعنا، البنكرياس تاعنا لازم يرتاح. كيفاه راح يرتاح؟ بالغذاء السليم الصحي اللي ناقص سكر وناقص دهون مشبعة. يعني احنا فريال نروحوا نركزوا على الأكل اللي فيه نحيوا النشويات اللي عندهم، الله غالب اللي عنده تكيس المبايض لازم حتى لي زورمون تاعو تتريقل باش يعاود يرجع ياكل نورمال. اذا اسمحي لي نعطلهم حميه يعني ومن تكيس المبايض. نعم فريال، الحميه انهم ينقصوا سكريات، ينقصوا الدهون المشبعه، ينقصوا لانه كي تعود كاين الدهون يزيد لو بوا، يكونوا نشوف فيهم السمنه. كنت قلت من الاعراض يعني السمنه. السمنه زيد دهون، راح الخليه تروح تعود مغلفه بالدهون، الكبد يعود مغلف بالدهون، راح يزيد مقاومه الانسولين. كيف كيف الخليه راح تقول للبنكرياس تاعنا ما نسحقش، دخل لي حتى شيء للطاقه باسكو عندي وما يكفيني. دونك هنا واش نديرو؟ لازمنا ميم النشويات نقصوا منها، باسكو عندنا بلي النشويات تتحلل تولي سكريات. يعني السكر تاعنا نروحوا نديوه من الفواكه، بوكو بلوس نركزوا على الخضر اللي تعطينا طاقه وفيتامينات ومعادن، ونركزوا على لي بروتيين اللي راح تزيد لنا وتبني لنا العضلات تاعنا. لانه فريال
البروتينات نعرفوا انه كل ما زادت بناء العضلات راح يزيد نشاط هذا الانسولين. درك نرجعوا له يعني بتفصيل في الرياضه. هناك ايضا علاج كيميائي باسمه العلاجات نعم في ريال العلاجات الكيميائيه كاين العلاجات الكيميائيه هذه حاجه واحده اخرى في ريال يعني دواء يعني تحب الدواء بيان سور كاين علاجات كيميائيه يكتبها لك الجينيكولوج كاين يعطيهم مام يعني حبوب منع حمل باش يريقل لك لو سيكل تاعك كاين يعطيك مام دي كومبريمي اخرين دي ميديكامون اخرين باش يريقل لك لو تروب الهرمونال مي هناكم حنا في عيش بيو عيش صحي راح نحكيو بوكو بلوس على كتو سكي طبيعي نكملوا العلاجات نكملوا في العلاج لكن اللي عندهم اللي نوض لهم شعر بزاف في وجههم وفي مناطق اخرى علاش في كل مره يعاودوا يولي لهم شعر رغم انه يعني يتابعوا علاج لكن ما كاش نتيجه مادام يرجع لهم الشعر مادام ما عندهمش العلاج ماهوش ما مرتاحهمش 100% معناتها لازم يرجع للطبيب ويدير لي زاناليز يلقى كاين مازال كاين هذاك لو تروب الهرمونال مادام كاين مازال الشعر معناتها ما تداوتش وحتى المريض يتهاون يعني تصيبها كل يوم يتبع تعيا يعني يتبع مره ما يزيدش يعاود يرجع هناك اعراض نفسيه ايضا عند ماشي اعراض خلينا نقول نتائج على نعم نفسيه المرأة نعم في ريال الصحه النفسيه تاعها راح تدهور لكن لا لازمها تداوي قد باسكو على بالك بلي تاثر شفتي حتى على الانجاب تاثر على الخصوبه يعني مشكل كبير لازم تكمل العلاج تاعها نروحوا مش نقعدوا في العلاج نروحوا فقط للبدائل الطبيعيه ورانا نشوفوا فيها في الشاشه بسمة قبل ما نشوفوا البدائل الطبيعيه عندي اضافه برك صغيره انه العلاج انه النوم في ريال نعرفوا انه النوم هو صديق الانسولين وعلى صديق الانسولين انه افراز الميلاتونين وقت النوم يعني في الليل كي نعودوا نرقدوا قد 8 سوايع تاع النوم راح يزيد في تعديل الانسولين هذه يعني حاجه مهمه تما الرياضه في ريال حرق لا 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 يعني الرياضه تؤدي الى يعني تنشيط حرق ولا عمليه الايض عند في الخلايا يعني كل ما زاد نشاط الخلايا كل ما تزيد تكون استجابه للانسولين واخر حاجه اللي نقص في الوزن نعرفوا انه في ريال قلنا باللي العضلات تاعنا كي تعود معمره بالدهون تعود خامله ما تقدرش تخدم ماهيش نشيطه دونك ما تكونش استجابه كافيه للانسولين نروحوا اذا للبدائل الطبيعيه بسمه نروحوا في الشاشه نروحوا للبدائل الطبيعيه نشوفوا في ريال معنا اليوم نشوفوا كيما نشوفوا الريحان نبداو بالريحان الريحان في ريال عشبه الريحان مضاده للاندروجين للاندروجين يعني مضاده لهرمونات الذكريه لانها تنظم هرمونات التناسليه هذه العشبه تحافظ ايضا على كما دمت تنظم الهرمونات يعني تحافظ على الانسولين في الدم يعني هي تعزز في توازن ولا تكسر هذيك مقاومه الانسولين شرب ملعقه من الريحان مرحي في كاس ماء سخون كل يوم يعني نحطوه نخليوه 30 مينوت 30 دقيقه نشربوه مرتين في اليوم راح ياثر ايجابا على اللي عندهم تكيس المبايض ما عندوش رائحة قوية يعني يقدروا يشربوها بسهولة الناس اللي ما تحبش ربما مغرف صغيرات اللي عنده بار اكزامبل يشوف باللي الرائحة تقلقه ولا حاجة يقدروا يحطوا في بو ياوخت ناتشور باش يتخلص من الرائحة هي انا بوغ مو نشربو يعني ما كانش رائحة يعني تقلق مي اللي يشوف عنده قلق يقدر يحطه في ان بو ياوخت باش ينحي هذيك الرائحة نعم ايضا يعني كي يكونوا البنات في الدورة الشهرية تاعهم ينصحوهم يعني يعني باستهلاك النعناع نعم في ريال خاصه القرفه والنعناع معا نعرفوا انه النعناع في ريال كاين دراسات عام 2010 اكدت انه شرب كاسين من النعناع يعني لاتيزان تاع النعناع مده 30 يوم راح ياثر ايجابا على نقص في هرمونات الذكريه عند المراه يعني لهذا نشوفوا يقول لك عندنا الدوره الشهريه نشربوا النعناع صحيح نعم عندك
الجدات تاعنا الجدات تاعنا ينصحونا بالنعناع. ما الامهات تاعنا درك تقول لك تشوف كرشك توجع تقول لك روحي اشربي النعناع سخن لك النعناع سخن كرشك. القرفه فريال انها القرفه مصح يقول لك لازم تفاداوها لانه ربما تتسبب في نزيف كبير. لا فريال بكميات كبيره. لكن شوفي هي مضاد اكسده يعني مضاد اكسده يعني غنيه بالليبوليفينال، وهذا المضاد الاكسده يعدل في نسبه الانسولين في الدم اللي عنده مقاومه على الانسولين. هنا احنا نحكيو هنا اللي عندهم مشكل في تكيس المبايض مش اللي ما عندهمش مشكل اللي ما عندهمش يتفاداو يتفاداو ما عندهم على يشربوا. لكن هنا اللي ما عندهمش مشكل قادر يشربوه دو طون زون طون بوغ اميليوري لا سيركولاسيون سانغين يعني باش يدور لا سيركولاسيون سانغين. اما هنا نهضروا على اللي عندهم تكيس في المبايض يعني راح عند جينيكولوج وقال له عندك تكيس في المبايض السبب تاعو مقاومه الانسولين وارتفاع في هرمون الذكري. ايضا نشوفوا هذا البديل الطبيعي نشوفوا في ريان من فضلك انه القرفه كيفاه نشربوها مع بعضاهم القرفه والنعناع نحطوا عود تاع قرفه ونحطوا مغرف تاع نعناع في كاس ماء سخون نخلط مليح نخليوها 30 دقيقه ونشربوه مرتين في النهار مده شهر ونغطيوا هذاك الكاس باش ما يكونش باش نستفادوا اكثر القيمه نعم فريال اللي ديما نقولوها. هذا اللي انا حبيت تعلقي لي على هذه الصوره شنو هذا؟ هذه الصوره هي الجينزينغ. نشبه الجينزينغ هي عشبه مهمه جدا لانه تعمل على تعديل مستويات الكورتيزول. نعرفوا انه من اسباب تكيس المبايض هو التوتر اللي نسينا ما حكيناش عليه قبيله التوتر لانه التوتر ارتفاع في التوتر يعني الضغط النفسي راح يؤدي الى ارتفاع الكورتيزول والكورتيزول نشوفوا انه يعمل على خلل في هرمونات الجسم كامل اي كومبري الهرمونات التناسليه. يعني هنا عشبه الجينزينغ راح تقلل من هذا التوتر. التوتر هي عشبه يعني شائعه في الصين ويستخدموها بكثره. اذا اخر بديل بسمه لانه الوقت واسحاق راهو يسمع اخر بديل اللي هو الحلبه. بعض الدراسات العلميه وجدت انه الحلبه تحسن في استجابه الانسولين كيف وتعدل في الدوره الشهريه. يعني 3 ملاعق حلبه نحطهم يغليو في الماء نقفلوا عليهم مده ساعه ونشربوا الحلبه كاس كل يوم مده شهرين. هو مضاد للالتهاب ثاني. يعطيك الصحة بسمة على كل هذه البدائل أكيد راح ندوزوا للتطبيق لاحقا خلال البرنامج. عندك إضافة دائما؟ عندي إضافة كيفاه فريال. راح نحكيو على المكونين اللي ما حكيناهمش عليهم دركا راح نحكيو عليهم في لاغوسيت من بعد في الوصفة. استناونا بالتفصيل نشوفوهم. إذا نعيش بيوعيش صحي والوصفة الطبيعية من أجل الوقاية ولا علاج تكيس المبايض. نعم فريال مرحبا بكم من جديد مشاهدين عيش بوعي صحي. كما كل مرة نجيب لكم وصفة جديدة. الغرض من هذه الوصفة هو تعديل هرمونات التناسلية يعني تعديل الهرمونات التناسلية فريال كما حكينا نقصوا في الهرمونات الذكرية عند المرأة وتاني نقصوا من مقاومة الأنسولين. إذا جبتنا اليوم نشوف مجموعة من الأعشاب وأيضا البذور بسمة. نعم فريال عندنا اليوم غير 3 مكونات دونك ما عندناش مكونات ياسر معمرة دونك اليوم تقدروا تحفظوهم. المكون الأول هو شوفي وش مليح فريال مش بان هذا المكون هو عشبة مريم نعرفي بان عشبة مريم نعم عشبة كف مريم وكان يعيطلو أيضا كف مريم عشبة كف مريم. هذه العشبة نلقاوها عند العشات تقوم بتنظيف الرحم من كل الأوساخ والدم المتبقي من مم اللي عندهم مثلا بعد الدورة الشهرية يقدروا يتناولوا هذا كف مريم. تنظم الدورة الشهرية تعدل خلل الهرموني الان هتنشط الغده النخاميه وتقلل من مستوى البرولاكتين في الدم. يعني اللي عندهم ايبر برولاكتينيمي اللي يقول لك عندي الحليب في الصدر كاين ناس يقول لك عندي الحليب طلع لي هذا هذه تفيدهم ياسر.
ثاني جيده مام للنساء اللي في سن الياس اللي عندهم لي بوفيت شالور نشوفوا يقدروا يتناولوا بعد انقطاع الدوره الشهريه. نشوفوا الناس النساء ياسر تعاني مع هذوك لي بوفيت شالور، يكون عندهم نقص في النوم، التوتر هذا كان ثاني راح تساعدهم. اذا يستهلكوها على شكل تيزانه يعني على شكل تيزان، لان عفريال ترتبط بمستقبلات الدوبامين، ونعرفوا انه الدوبامين هو هرمون نسميه هرمون السعاده. دونك هنا راح تخلينا كالم، تنحينا هذاك التوتر، تنحينا هذاك المزاجيه تاع من وقت نشوفوا انه وقت دوره شهريه نحسوا رواحنا قلقانين، نحسوا متوترين. نقولوا حنايا سي لي زورمون، لو تروبل هرمونال. كيف نديروها؟ هاد العشبه نحكموا ثلاث حبات، نسميوها حبات نورمال، حبه هذه كامله يعني هذه نعيطوها حبه. حبات هي سبحان الله تشبه المبيض، فيه جريبات. شوفي هي شوفي من داخل فيها شغل جريبات، سبحان الله. شوفي المبيض وفيها جريبات يعني دي بويضات. اذا تتباع عند العشاب في هذا الشكل، وجي ايضا مرحيه بسمة. هي تتباع بهذا الشكل، هي ما تجيش مرحيه باسكو احنا نسحقوا هاد الجريبات اللي لداخل اللي فيها هادو. هادوك هما اللي نرحيوهم ولا نغليوها مباشره؟ نغليوها مباشره. اذا نحو لها هاد الحبات ونغليوهم، ما نحيوهمش في ريال، نخليوهم هكا، نغسلوهم بالماء، نحطوا الماء يغلي ونحطوهم يغليوا شويه مده 3 دقائق كي يغلي الماء. من بعد نطفيو على الماء، نغطيوه، ومن بعد نخليوه دو بريفيرونس 8 ساعات الى 12 ساعه في هذاك الماء. كما هما ما يغليوش حتى يغلي الماء باش نرموهم على الاخر ونطفيو عليه. شوفي فريال، يغلي الماء مليح، كي يغلي الماء نحطوهم نخليهم 3 دقائق في هذيك الغليان ونطفيو عليهم. كي نطفيو عليهم ماذا بينا نخليو 8 ساعات ل 12 ساعه فداك الماء، وبعد نصفيه ونشربوه. والقاعده نفسها بالنسبه لبعض الاعشاب الاخرى اللي يقول لك ما يغليوش، كيما الشاي يقول لك ما يغليوش، نحطوه مع الاخر على النعناع ونخليوه. كاين الاعشاب اللي ما تسحقش الغليان يعني، وهذه ميم با 2 مينوت 3 مينوت جوست باش تهبط هذاك لي كومبوزون اللي كاين في هذو المكونات اللي كاين في العشبه برك. نخليوها 8 ساعات الى 12 ساعه ونشربوها مرتين في النهار يعني صباح وفي الغداء. وعليها في الغداء باسكو عندنا عشبه واحده اخرى راح نوتيليزيوها يعني نشربوها في العشاء. دونك في الصباح بعد الفطور وفي الغداء ولا جويه ساعتين يعني ولا الوحده نشربوهم مده شهرين. مده شهرين، خليني فقط نسقسيك على مده صلاحيه التيزانه. نخلوها في الثلاجه شحال تشد لنا؟ هذه ما بات تشد لك، كانت شدت لك نهار كامل ولا دو جوغ راهي ملاحه. تما كل يوم نخدموا بزياده باش يشدوا لنا زياده باش يحكم لنا فريال. نروحوا للعشبه الثانيه اللي جبتها. العشبه الثانيه هذه العشبه اللي يسميوها عشبه القطف ولا القطفه، كاين يقولوا لها قطفه، كاين يقولوا لها القطف. هذه العشبه هي من عائله السبانخ. من السبانخ بصح هي تحمل البرد يعني تحمل البرد، تنمو في البحر الابيض المتوسط، هي تلقاها كما في تونس في الجزائر في المغرب. غنيه بالحديد، تعالج من الناس اللي عندهم فقر في الدم يقدروا يستخدموها. حنا نحاولوا نمدوا مما يعني المتابعين عندهم انشغالات كثيره وعند الكثير من الامراض في المجتمع تاعنا اللي عندهم مشكل في الاعين يعني عندهم نقص النظر خاصه في الليل ولا في النهار، لانها غنيه بالبيتا كاروتين يعني فيها فيتامين ا. نصيبوها ايضا في الزروديه. نعم فريال، بديت نحفظ يعني نفد من الفقره تاعك. اذا قالت لك اذا فقط يقول لك انه كاين مالحه وكاين عاديه، احنا واش نستخدموا؟ انا بار اكزومبل نحبذ انه نستعملوا هذه العاديه ماهيش المالحه. هذه باسكو هذه شغل الناس الكل يقدروا يستخدموها الناس الكل، ما تخافش عندك لا طونسيون ولا عندك ضغط الدم ولا هذه ماشي مالحه. نفس الاستخدام نغليو الماء ونشوفي نغليو امام فريال نستعملوها امام للناس اللي عندهم شيخوخه مبكره لانها غنيه باللي زونتي اوكسيدون. نستعملوها فريال، ناخذوا ملعقه كبيره من هذه العشبه دو بريفيرونس، نقدروا نستخدموها هكا ولا نستخدموها نرحيوها، نحطها في ماء مغلي نخليوه 30 دقيقة ونشربوه كل يوم في الليل كاس.
نحطوا كل واحد وحده، ما نخلطوهمش؟ لا ما نخلطوهمش. وحده ناخذوها في الفطور، وحده ناخذوها في العشاء. نقول لك علاه ما ناخذوها ما نخلطوهمش. ما ناخذ خلال نفس الفتره بسمة. نعم العلاج. نعم في نفس الفترة. هذه كف مريم نستعملها الصباح وفي العش في الغداء ولا في العشية، وهذه نستعملها في الليل. ما نستعملوهاش في تيزان واحدة، وعلاش؟ باسكو تدخل اون كومبيتيسيون، باسكو شغل عندهم راح تروح للميم بريسك ريسبتور المستقبلات، دونك عندهم الميم غرض، يعني نفس ال كيما نقولوا يعني يستعملوا الاثنين لهرمونات نقص في خفض هرمونات الذكريه. دونك برك بسمة كاين اللي يقول لك شربي تيزانه 15 يوم حبسيها باش تبداي تيزانه واحده اخرى، نصح ما مدى هذه نستخدموها؟ صحه هذه المعلومه، هذه نستخدموها مرتي اما مع بعضهم شهرين، لانها هاد الشهرين عندهم نفس قلنا تتعالج نفس الحاجه، نستخدموهم مع بعض. كاين اعشاب مثلا نستخدموها، كاين عندها مثلا تداوي تعالج حاجه والاخرى تعالج حاجه واحده اخرى. فقط في عجاله لانه موعد الموجز الاقبالي يقترب، نروحوا لهذا البذور اللي جبتيهم لنا، زريعه الكتان على ما اظن. نعم فريال، هذه زريعه الكتان معروفه. زريعه الكتان نستخدموها مرحيه، هاد زريعة الكتان تخفض مستوى هرمونات الذكرية الأندروجين، ثاني غنية بالألياف والأوميغا 3، ويعني تقلل من الالتهاب، يعني هي مضاد للالتهابات. نشوفوا إنه كي نعودوا نعانيوا من تكيس المبايض يروحوا تعاد عنا التهابات في الرحم، دونك ملعقتين من هاد البذور الكتان مع كأس نشربوها مع كأس في الليل راح تفيدنا. نرحيوها قبل ذلك. نعم فريال، نرحيوها ونشربوها في الليل راح تفيدنا في تعديل هرمونات التناسلية. إذا يعطيك صحة بسمة على كل هذه التفاصيل، فقط أهم نصيحة في عجالة وباختصار. أهم نصيحة أنكم نتبعوا هاد الوصفة مدة شهرين في نفس الوقت، كما قلنا ما تحبسوش، ما تعملوش باغ اكزومبل اون سيمان وتحبسوا، لازم يعني تواظبوا على هاد الوصفة وبشفاء إن شاء الله. إن شاء الله. إذا يعطيك صحة بسمة على هاد الوصفة اللي تجيكم كل يوم خميس ضمن فقرة عيش بيو عيش صحي مع الدكتورة الصيدلانية بسمة قرفة للأكيد والفتوها. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من وصفة اليوم وتكون نالت اعجابكم، والاكيد انه راح تجربوها. اذا